السلام عليكم، مرحبا في الشرح التطبيقي لتركيب جهاز مولتي فونكسيون ديجيتال ريموت سويتش. طبعا هذا الجهاز يعني كما تشاهدون لديه عدة كابلات وجهاز ريموت كنترول بهذه الأحرف A B C على حسب اللمبات التي لدينا، يعني ثلاث مخارج، يعني ثلاث سويتشات متواجدين بالداخل. إذا طريقة التركيب هي سهلة، يعني ما علينا سوى تتبع الكابلات على حسب الشيمة التي لدينا هنا. إذا هذا الكابل هو مدخل التيار، يعني تيار 220 فولت. سوف أقوم بربط هذه الكابلات الأسود والأحمر. الأحمر هو يعني الموجب أو البوزيتيف، والنيوتر يعني هذا سالب وهذا موجب، يعني هذا النيوتر وهذا الفاز أو ال1 كما هو معروف في النظام الكهربائي. السويتشات هما هذا اللون الأصفر أبيض والأزرق. كل لمبة سوف أقوم بشبكها في واحد من هذه الخيوط أو الكابلات. جهاز التحكم هو هذا، يشتغل ببطارية من هذا النوع. هذا النوع 23 أو 12 فولت. إذن قمت بتركيب بطارية، كنت ركبتها من سبقا، هي هذه. إذا لدينا هنا المدخل التيار وهذه الكابلات وهذا النوتر. سوف أقوم بشبك جميع الكابلات، يعني نيوتر للمبات، بثلاث يعني ثلاث أنواع مشبوكة بالنيوتر. هو هذا لون أزرق أبيض هون، وهنا كذلك لون آخر أبيض، يعني والكابلات الأخرى بالتساوي كما هو موضح هنا. لدينا الأ يعني هذا اللون الأزرق بلو، ب اللون الأبيض، والسي طبعا هو باللون الأزرق. إذا التجربة، سوف أضغط على هذه الأنتينة خاصة بهذا الجهاز. سهل التركيب، يمكنني وضعه في أي مكان في البيت، وأقوم بشبك الإنارة مع هذا الجهاز. إذا A، لاحظون اشتغلت اللمبة، أقوم بإطفائها بنفسي. الزر B، وهذا أستروب لايت، تشاهدون أستروب لايت بدأ بالاشتغال، قم بإطفائه. سي ستروب لايت من اللون الأزرق، طبعا هذه الستروب كلها تشتغل ب 220 فولت، قم بإطفائه. هذا الزر هو اللي يمكنه لتشغيل اللمبات مع بعض في نفس الوقت. مثلا قم بالضغط عليه، إذا الكل يشتغل A B و C. شاهدون، قم بإطفائهم، ضغطة أخرى. المسافة بين الريموت وهذا الجهاز تصل إلى 20 متر، يعني يمكن أن أتحكم في اللمبات بمسافة يعني كبيرة، يعني لأنه يشتغل بنظام 433 ميجا هرتز، يتيح لي التحكم عن بعد بمسافة تزيد عن 20 متر، 20 متر على حسب البناية. نعيد، الآن
سوف أرفق لكم يعني مخطط لكيفية ربط هذه الأسلاك، يعني هي عملية سهلة. يعني لو تتبعنا المخطط الذي يأتي على ظهر الجهاز يمكننا تركيبه بكل سهولة. دائما هذا هو الروتر، يعني في اللغة الكهربائيين هناك اللون الأصفر الأزرق والأبيض، هذا هو المخرج. هناك أجهزة أخرى سوف تجدونها فقط بمخرجين، يعني A B أو فقط مخرج واحد. أما هذه يعني ثمنها يعني رخيص بالمقارنة، يعني يمكنني أن أشبك 3 لمبات في جهاز واحد وأتحكم فيهم. هذا A B و C، كل يشتغل. أطفئ مثلا A وأقوم بإطفاء الجميع، حتى الريموت شكله يعني انسيابي وحلو. A B و C. فعلا جهاز سهل جدا للتركيب، ما عليكم سوى تتبع هذه المخطط. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، وإن شاء الله في القريب العاجل سوف نضع عدة تركيبات سوف نقوم بشرحها مع بعض لكي تكون هناك استفادة متبادلة إن شاء الله. وأدعوكم للاشتراك في القناة ودعم هذه القناة لكي نستمر في وضع فيديوهات في المستقبل إن شاء الله. تحياتي لكم.